وكالة الأنباء الفرنسية أوردت تقريرا عن أن المصاعب الاقتصادية التي تعانيها العاصمة المؤقتة عدن أعادت الحمير للخدمة في شوارع المحافظة. تقول الوكالة إن تجارة الحمير في عدن تشهد انتعاشا هذه الأيام مع إقبال السكان على شرائها لنقل المياه وغيرها من البضائع في ظل ارتفاع أسعار الوقود. يقول أحد السكان للوكالة إنه كلما ارتفع سعر الوقود وكلما زادت مشقات الحياة ارتفع الطلب على الحمير أكثر وأكثر، إذ كان استخدام الحمير شائعا بكثرة في عدن. وفقا للوكالة فإن الزبائن يأتون من كافة أحياء عدن وخاصة من مديرية المعلى ومن أحياء أخرى كالتواهي ودار سعد وغيرها، حيث يباع شهريا ما بين 20 إلى 30 حمارة.